هبة شعرها طويل وناعم وبتحب تعمله مجعد أو عنده موجي. بدل ما تستخدم أدوات كهربائية تنزع على شعراتها، رح نستخدم ورق النشاف من سنيتا. ببساطة قص الورقة، ثنوها على بعض، بعدين تاني لحتى يصير في عندكم شريطة من الورق النشاف. قسموا الشعر وبلشوا من طرفه. لما توصلوا على النهاية فقط عقدوا. هالطريقة كتير سهلة لأنه فيكن تعملوها عشية تناموا فيه وتاني يوم الصبح تفكوا الربطات. ولكن إذا كنا مستعجلين فينا نستخدم ورق القصدير. خدوا خصلة وعلى بعض على أصبعكم بحسب السماكة اللي انتوا بدكم إياها لكوها. أوكي بليز هبا جيبوا ورقة القصدير لكوا عليها الشعر، وبمملس الشعر وبنضغط على الرقاقة بحسب طول الشعر سماكته والموجة اللي حبينا تظهر بشعراتكم. تنفك وبيصير في عنا تطعوجات بالشعر.